اهلا وسهلا فيكم. اليوم انا صفت حيدر الكترونيكس. اليوم نشرح لكم على هيدا الفرن الصحي يلي نحن بنقدر نعمل فيه اكل صحي. طبعا مثل ما بنعرف الميكروويف وضرره والاشعه اللي بتصدر عن الميكروويف لتسخن الاكل قد ايه هي مضره. كنا بنعرف اذا نحن بدنا نقلب الزيت قد ايه القلي مضر. هيدا الجهاز هو كتير صحي لانه بس نحط، يعني حنفرجيكم كيف. اول شغله هون مثلا بنعير قد ايه بدنا، اوكي، وهون في عنا الحرارة، بنحدد الحرارة اللي بدي اياها. ففي مثل بقلبه ريزيستونس، هيدا بس يحمى. في وراه مثل مروحة، هيدا المروحة بتطفش هيدا الحماوة، فنحن بننقيها بتقنية معينة بتخلي الأكل يسخن بدون أي ضرر. أول شي بنفتح هاي مثل ما شايفين، بس نفتح هاي شايفين هاي، بنحط فيها الاكل. بدنا نحط فيها بطاطا، بدنا نحط فيها دجاج، بدنا نحط فيها اي شيء بدنا نعمله، يعني جوانح، حيالله شيء بدنا نحطه بقلبه بينحط. فبس نحطه، بنحطه هون و نحط، اوكي، وبنعير. هيدا للناس يلي بدها تاكل اكل صحي، يلي بدها ما تستعمل زيت قلي. الحلو بالموضوع انه انجأ بتحطه نقطة زيت، يعني بتمسحه مسحة زيت على كمية من البطاطا ممكن يكون كبيرة لحاله. هيدا خلص بيطلع لكم المقلى جاهز بدون ما تتلبكوا، بدون ما ترشوا زيت هون وهون، ويعني هيدا اللبكة بدون ابدا. بالاضافة للشيء الاساسي فيها انه هيدي الطريقة الوحيدة الصحية اللي نحنا بنقدر نعمل فيها الاكل، غير هيك ما عندنا اي طريقة تانية. فانا بنصح فيها كتير، ومنا كتير غالي، يعني سعرها حوالي $200، منا كتير غالية. بس قديش بتبعد عنا مشاكل، قديش بتبعد عنا امراض من وراء الزيت والسمنة والدهون وغيره. فانا بنصح فيها، ويلي بحب يستفسر اكتر عنا في يحكينا على الواتساب، وانا بخدمتكم دايما، واهلا وسهلا فيكم.